الندوة وهذا الملتقى. حبيت أيضا نرحب بالوجوه النيرة، القامة الفكرية يوسف الصديق، القامة الإعلامية سحسن، نفتخر به كإعلامي. طبعا أستاذ عبير تعرف كوني دفعت يعني ضريبة انتمائي وموالاتي لهذا الحزب في الإعلام، في وسائل الإعلام تقريبا تردت من 3 أو 4 إذاعات، وأخيرا من قناة تلفزية قناة تونسنا، وإن شاء الله ما زلنا مستمرين، وإن شاء الله يرجع البرنامج بعد رمضان. حبيت أيضا نقول كون الندوة هذه تعتبر رسالة في بعضها الرمزي، رسالة إلى الغزاة اللي سميتهم الأستاذ عبير موسي اللي نهبوا البلاد وخربوها بعد 2011، رسالة في بعضها الرمزي وبعضها الاعتباري. الناس قاعدة تحاكم في الزعيم الراحل الحبيب بوركيبة، واني جاي من بستير جاي بالذمة باش نقول الكلمتين هذوما، لأنه زعيم بوركيبة خلى وصية، خلى إلى تي بوركيبة قال جي لسي كيلك شوز دو سوليد كي فا تونيغ أبخي موا كي فا إتخ كيفاش؟ وي معناها خلى حاجه صلبه اللي باش تقعد بعده، وخلى احفاده وخلى ابنائه اللي هما باش يواصلوا ويشدوا المشعل ان شاء الله ويواصلوا الرساله. دونك الناس ايضا اللي يقولوا كون الحزب الدستوري الحر ما عندوش برنامج، وبرنامجه فقط اقصاء الاخوانجيه، اي نعم اقصاء الاخوانجيه كمرحله اولى، لانهم لا يؤمنوا بالدوله، لا يؤمنوا بالثقافه، لا يؤمنوا بالصحه، لا يؤمنوا بحتى شيء. الناس اللي هي باش تخرب اعمده الدوله، باش تخرب العمود الفقري اللي بناه دولة الاستقلال وتثمرت فيه دولة الاستقلال، والبرنامج الثقافي اللي تقدم اليوم برنامج نشوفه في اعتقادي برنامج شامل، برنامج أيضا قابل للتعديل، لأنه فما ناس مختصين. تبارك الله، حبيت نشكر أيضا كل المختصين وأهل الثقافة اللي حاضرين معنا اليوم، وإن شاء الله تستمر نظريات الحزب السوري الحر، وإن شاء الله على ثقة كبيرة كون الحزب باش يكتسح في الانتخابات القادمة التشريعية والرئاسية. وعليكم السلام. شكرا.